طيب بتحكي لكم هسه عن الميكانيزم، ماشي، انه كيف ممكن يصير عندي ديبريشن من ناحيه بيولوجيه. انا حكيت كثير قبل، هسه بيولوجيكال بيسز للديبريشن، وراح احكي عن الانتي ديبريسنت. هسه حكينا باختصار انه كان عندي ديستربنس بالنيورو ترانسميتر، في انا عندي نيورو ترانسميتر اسمه سيروتونين، ماشي، سيروتونين، وعندي دوبامين، وعندي نور ادرينالين. هدول الثلاث، ماشي، بساهموا في تظبيط المزاج بوضعه الطبيعي، اوكي، يعني يخلوا المزاج في النورمال، في النورمال تبعه، يعني لا هو سوبر هاي لدرجة غريبة. هذا مرض اسمه مانيا، ماشي، بعض المرض المانيا، خليني ارجع شوي على السلايد تحكي على المانيا. هذا مرض المانيا اللي هو اضطراب بسموه الهوس، كل مريض عكس الاكتئاب بس بشكل غريب، يعني مثلا يكون عنده احساس عالي جدا بالسعادة والانبساط والعظمة، يعني مش انه اي واحد والله سعيد احكي له انت مانيا روح روح على الدكتور نفسي، مش هيك عادي. بعض الناس عادي، انا كمان هيك احيانا فوت مود غريب عادي علي بعض الاحيان، بس هو الفكره بالماني انه بيكون في اكسبانسيف مود بشكل مش عادي مع احساس بالعظمه وانفليتد سيلف استيم، ماشي، بحس حاله عظيم. يعني بتذكر احد اوصاف المرضى، بتذكر اول يوم اجت فيه على الطب النفسي على المستشفى، كان يحكي لي واحد، كنا شفت واحد مريض قاعد حواليه 10 من دفعتي جروبي، فحكى تعال تعال، انا قاعد بحكي لهم عن كيف انا حليت الخلاف ما بين المسيحيه والمسلمين. هو هو يعني عنده باي بولر، اللي عنده مانيا، يعني تمام، باي بولر هو مانيا زائد ديبريشن. بالغالب اللي عندهم مانيا بفوتوا بديبريشن حتما بعديها، يعني بكون مزاجه توب هيك بعدين فجاه بوقع، اوكي. فالباي بولر في ثنائي القطب مانيا زائد ديبريشن، ماشي. فكان يحكي لي يحكي لي قد ما هو عظيم انه بيحل الخلاف بين الاسلام والمسيحيه وانه مرسل من السماء هيك، او انفليتد سيلف استيم. يعني بتذكر حتى في واحد بيعلق على واحد يحكي انه يعني تحس بحس حاله، ماشي، انسان عظيم وما فيش حدا معبره، انفليتد سيلف استيم، ماشي، انفليتد، يعني بحس انه الكل بيعظمه وكل بيحبه، هو انسان عظيم جدا جدا مع احساس عالي بالعظمه. او بريشرد سبيش، يعني زي مثلا بيحكي، ماشي، الاعراض كلها بتكون مجتمعة مع بعض، يعني مشان الله ما حدا مره تاني يشخص حاله او يشوف مثلا عرض ويحكي هذا عندي او عند صاحبي، مشان الله. بتذكر بعد محاضره المانيا طلع صاحب واحد من الشباب حكى، قاعد يحكي انت معك مانيا وانت معك مانيا انك تنبسط كثير، مشان الله مش هيك. طيب مثلا بريشرد سبيش، مثلا تلاقيه بيحكي هيك ضغط بصوت عالي، ماشي، بسرعه، فلايت اوف ايديز، ضل يخطر على باله افكار، يحكي افكار افكار بصوت عالي. حتى بتذكر يعني كان جاني سؤال، ماشي، جاني مريض هذا امتحان العملي، فبيحكي لي دكتور كيف تميز انه معي باي بولر، ماشي، فكان انه الجواب انه يعني بدون ما يحكي لك اصلا إشي عنه، مجرد ما اساله عن حاله هيك لحاله اصلا بيحكي بلهجه عاليه وبيفتح الف موضوع، فممكن تشك انه معي باي بولر هيك على طول، فاهمين علي؟ فهي المانيا، ماشي، اوكي. فهسه بدي احكي انا هون عن النيورو ترانسميتر، ماشي، بالبرين، ماشي. زي ما انتم شايفين انا عندي هون هذا، في عندي نقاط، هذول السيروتونين ودوبامين ونور ادرينالين، نيورو ترانسميتر، ماشي. طبعا هنا بري سينابتك نيورون، ماشي، بري، هنا بوست سينابتك نيورون، اوكي. النيورو ترانسميتر هاي بتأدي وظيفتها على البوست سينابتك نيورون، بتطلع من البري سينابتك نيورون. هسه بعد ما تأدي وظيفتها، ماشي، في انا عندي ترانسبورتر بيرجعها للبري سينابتك نيورون. شايفين هذا السيروتونين ترانسبورتر، نور ادرينالين ترانسبورتر، نت نور ابينفرين ترانسبورتر، سيرت سيروتونين ترانسبورتر. هاد شو بيعمل؟ بيرجع هدول النيورو ترانسميتر لوين؟ للبري سينابتيك ليفت، تمام؟ ليش؟ انا خلصت وظيفتها. فباختصار ادويه الاكتئاب تعمل انهبيشن اوف ذس ترانسبورتر. ليش؟ اذا عملت انهبيشن اوف ذس ترانسبورتر انت عملت انهبيشن للري ابتيك، فبالتالي ما راح يصير في ري ابتيك، فحيضلوا النيورو ترانسميتر وين؟ بالسينابتيك ليفت، ويروحوا على البوست سينابتيك ويؤدوا وظيفتهم باختصار، تمام؟ الادويه اللي بتمنع رح نحكي عن ادويه الاكتئاب، سمي يعني مبدئيا ثلاث فصائل. الادويه اللي بتمنع الري ابتيك اوف سيروتونين لحالها اسمها SSRI، سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتر، من اسمها سيلكتيف سيروتونين، يعني انتقائيه للسيروتونين. في ادويه بتعمل انهبيشن للري ابتيك اوف نور ادرينالين وسيروتونين اسمها تراي سايكليك انتي ديبريسنت، TCA، تراي سايكليك انتي ديبريسنت، فيها ثلاث حلقات، بتعمل انهبيشن للبوث نور ادرينالين سيروتونين. في انا عندي ادويه ثالثه بتشتغل بشكل اخر، بتعمل انهبيشن لانزيم اسمه ماو. ماو هو انزيم موجود بالبري سينابتيك نيورون بيحطم النور ادرينالين والدوبامين، تمام. فلما نعمل انهبيشن للماو
inhibition للماو ما رح يصير في تحطيم، فبزيد concentration للنور أدرينالين ولا الدوبامين والسيروتونين. طب هسا سؤال، ليش أنا بدأ أزيد تركيز السيروتونين والنور أدرينالين والبنفرين؟ ليش؟ لأنه باختصار لأنه سبب الاكتئاب هدول قلوا باختصار شديد. تعرفوا شغل السيروتونين هو زي شعور بالسعادة والراحة والسكينة. يعني مثلا كيف أنا أشبهها، مثلا كيف مثلا الحب بعد الزواج بتحسوا، يعني مش هو الرومانسية هاي العالي وهاي الرعشة أو مش عارف بسميها الحماس العالي، لا بهدوء بسكينة بطمأنينة، فاهمين علي؟ هاي سيروتونين يعني سكينة أكثر من إنها يعني اندفاع. بمقابل الدوبامين كيف شعور مثلا أول مرة أنت مثلا شفت واحد بتحبه، أو مش أول مرة عادي كل مرة بشوف واحد بتحبه، بس مثلا زي بسموها توهج البدايات، تمام؟ أو بلاش، كيف مثلا شعورك لما مثلا تلاقي مسج حلو فجأة هيك من حدا بتحبه من صاحب غض النظر، أو مثلا كيف شعورك مثلا لما فجأة تلاقي تفتح العلامات تلاقي علامتك عالية، هذا السيرج اللي حسك إنه الجو هاي فجأة دوبامين. أوكي، فيعني إحنا نحتاج سيروتونين أكثر من دوبامين. الدوبامين هيك يعني بعطيك يعني اندفاع عالي بالإحساس، والسيروتونين متوازن على هدوء على سكينة، تمام؟ وطبعا أكيد الموضوع أعمق منك، أنا بس بحاول أبسط أعمق منك أكيد. ماشي، مين المسؤول عن الإدمان؟ الدوبامين. ماشي، الدوبامين إذا زاد بمناطق معينة بسيركل بحفز لدوائر الإدمان. شو بيخلي شخص مثلا بده شغلة بده دوبامين للشغلة، فهمتوا علي؟ بغض النظر، باختصار هذول الثلاثة نيورو ترانسميتر، دوبامين، نور أدرينالين وسيروتونين، بيقلوا بمرض الاكتئاب. فإحنا كيف نزيدهم؟ امنع الري أبتيك يا أخي. مين اللي بمنع الري أبتيك؟ TCA تريسايكليك أنتي ديبريسنت، ماشي، SSRI. ايش الفرق بين TCA تريسايكليك والSSRI؟ SSRI بيمنعوا امتصاص او ري ابتيك اوف سيروتونين جاست، بالمقابل تريسايكليك انتي ديبريسنت بيمنعوا ري ابتيك اوف بوث نور ادرينالين وسيروتونين. وفي ادويه ثالثه اسمها ماو انهيبيتر بتمنع تحطيم النور ادرينالين والدوبامين، فحيزيد تركيزهم يطلعوا للسينابتيك ليفت اكثر بقد وظيفتهم باختصار شديد. اوكي، بدي اخذ تفاصيل كثير، يعني انا حعيده هذا حيتغير المحاضره. ماشي، ما فيش داعي افوت بالتفاصيل، انا بدي اشوف كيف شرحي بس. طبعا هسا حكيت لكم في دواء انتي هايبرتنسيف ممكن يعمل ديبريشن اسمه ريزربين. كيف الريزربين ممكن يعمل انتي ديبريشن؟ باختصار الريزربين، ماشي، هذا المركب هو انتي هايبرتنسيف، بيمنع الاستورج اوف سيروتونين اند نور ابينفرين، بيعمل ديبليشن للسيروتونين والنور ابينفرين بالبري سينابتيك، ماشي، فما حيطلع سيروتونين والنور ابينفرين كثير، فحيصير ممكن اكتئاب. اصلا هو كيف بيعمل انتي هايبرتنسيف افكت؟ بانه يمنع افراز النور ادرينالين، النور ادرينالين بزيد البريشر بيعمل هايبرتنشن. فاحنا كده نعمل نقلل البلد بريشر بهذا الدواء ريزربين، انك تمنع النور ادرينالين ريليس. بس المشكله بالبرين لما تمنع النور ادرينالين ريليس ممكن يعمل لي هاد ديبريشن. في كمان شغله ملاحظه صحيح انه موجوده هون، انه مشكله الاكتئاب ادويه الاكتئاب بدها حوالي اسبوعين لتبلش تشتغل. هذا الاشي يعني مهم انه تعرفوه وتعوله، انه الفكره انه الاعراض الجانبيه بتبلش اول اسبوع، بتبلش من اولها، ماشي، بس أدوية المفعول ببلش بعد أسبوعين، فالمريض بيعاني من الأعراض الجانبية قبل ما يتحسن، فكتير بتركوا الدواء عشان هالقصة. إحنا نوعيهم إنه بتعاني من الأعراض الجانبية أولها وحتروح الأعراض الجانبية، لا don't worry. أوكي، والتحسن حيكون بعد أسبوعين، ماشي. بس أنا حكيت لكم عن النظرية الأولى اللي هي disturbance في النيورو ترانسميتر، يعني نيورو ترانسميتر الدوبامين سيروتونين النور أدرينالين خلوه. بس في نظرية تانية للدبريشن أنا حكيت لكم عنها باختصار، اللي هي traffic factors، صار فيهم disturbances بالبرين. في أنا عندي مرة تاني فاكتور اسمه brain derived neurotrophic factor، بيعمل synapses، بيعمل developmental brain، ماشي، دي هون بالصورة، هذا بيكون disturbant، بصير في disturbance في بالdepression. طلعوا زي ما انت شايفين بالصورة هون، الصورة على الشمال والصورة على اليمين. الصورة يا ساتر، الصورة على الشمال اللي هي depressed state، ماشي، الصورة على اليمين اللي هي treated state. طلعوا زي ما انت شايفين بالشمال ما في عندي انا برين ديرايفد جروث فاكتور كثير، فشو صار بالسينابسز؟ قلال. طلعوا على اليمين اكثر السينابسز، التشابكات العصبيه معبيه، تشابكات عصبيه. ليش السبب؟ اختلف بالشغلتين بي ان دي اف على اليمين بعد ما عالجناه بانتي ديبريسنت، انت علي؟ على اليمين بعد ما عالجناه بانتي ديبريسنت هذا البي ان دي اف طلعوا. الجلوكوكورتيكويد بيعمل انهبيشن للترانسكريبشن والترانسليشن للبي ان دي اف، اوكي، وعشان هيك الكورتيزول ممكن يعمل ديبريشن. ماشي، حكيت لكم هاي المعلومة إنه بدها وقت لتعطيها شغل. أوكي، هسا في أشياء، ماشي، عدة استخدامات للدبريشن، يعني ما تفكروا إنه الدبريشن، ماشي، بس
والله انه يعني يستخدم للدبريشن، ادويه الاكتئاب لا تفكر انها بس للدبريشن، الانتي ديبريسنت مش بس للدبريشن، في كثير استخدامات للانتي ديبريسنت. طلع كل هدول الاستخدامات للانتي ديبريسنت، طلع تستخدم للدبريشن، تستخدم للانكسايتي ديس اوردر، بانيك اتاك، سوشيال فوبيا، بانيك اتاك اللي هي اضطراب الهلعه، مش بانيك اتاك لازم يكتب بانيك ديس اوردر، ماشي؟ لانه كلنا ممكن نفوت ببانيك اتاك، نوبه هلع. ايش نوبه الهلع؟ يعني فجاه الواحد بحس حاله مش عارف يتنفس وبده يموت وضغطه عالي وبيعرق ومعدته بتوجعه ونبضات قلبه بترفرف فجأة خلال 5 دقائق، هاي بانيك اتاك. بس لما تتكرر لحد معين وتصير تأثر على نمط الحياة ممكن تصير اسمها بانيك ديس اوردر، يصير الشخص مش قادر يعيش من وراء هالبانيكس. اوكي ماشي. او سوشيال فوبيا اللي هو اضطراب القلق الاجتماعي، في ناس ماشي عندهم كثير توتر من المواقف الاجتماعية، بس مرة ثانية في واحد بتستحي او هي خلاص تفكر انا عندي سوشيال فوبيا، لا بوصل لمرحلة انه مثلا الشخص يغمى عليه عادي ممكن من الخوف هيك، او مثلا لما يشوف واحد بصير نبضات قلبه طايري طيران، فاهمين علي؟ من الخوف من التوتر، مش 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 طبعا يعني مثلا من الجنس الاخر، لا عادي اي حدا، اي حدا غريب، اي حدا بتشوفه جديد في حياتك هيك بصير نبضات قلب بترفرف، صدرك بنبض، بتحس القلب يطلع من الصدر وتاخذ نفسك سريع، فاهمين عليها؟ بسموها سوشيال فوبيا. هذا ممكن نستخدمهم كمان ادويه الاكتئاب، ممكن اوبسيف كومبالسيف ديس اوردر الاضطراب الوسواس القهري، ماشي، نكتيرنال انيريسيس اللي هو التبول الليلي اللا ارادي عند الاطفال. هاوفر غالبا ما بيستخدموه لو انتي ديبرسن، بيستخدموه فازوبريسين. ليش فازوبريسين؟ هو عندي اي دي اتش سينثيتك، اي دي اتش، اي دي اتش هو مدر مانع لادرار البول، اسمه انتي دايوريتك، فبنستخدم اي دي اتش لنعالج نكتيرنال انيوريسيس او كرونيك بين. تخيلوا هي غريبه، مش هذا ندلع شيء، دل انه في علاقه ما بين النفس والجسد. في ناس بفوتوا بالم شديد، الم مزمن اوبسكيور اوريجين مش معروف سببه، مش ممكن نعطيه انتي ديبريسيف يتحسنوا. ليش؟ ممكن نفس تاثر على الجسد، بسموها سايكوسوماتيك سيمتومز. اوكي سايكوسوماتيك. طيب برضه كمان، لا اله الا الله، تمام، برضه بريمنسترال ديسثايميك ديس اوردر، ماشي، و attention deficit hyperactivity disorder. مش عارف افوت احكي لكم باختصار شو هي premenstrual dysthymic disorder، اللي هو اضطراب مثلا يكون عند البنات ماشي قبل الدورة الشهرية، ماشي طبعا كل البنات بصير عندهم شيء اسمه premenstrual syndrome، بس مش كلهم يكون عندهم premenstrual dysthymic disorder. premenstrual syndrome باختصار انه كل البنات خلال فترة الدورة قبلها بعدها بشوي هيك خلالها مزاجها بصير شوي يعني غير، ماشي، ايموشنال بصير اكثر، بصير عندها ايموشن لايبل اكثر، مزاجها سهل يتعكر، ممكن شوي توتر ضغط هيك، فاهمين علي؟ بس هذا المرض بريمنسترال ديسثايمينج ديس اوردر بوصل لمرحله شديده لدرجه يعطل الحياه، يعني تلاقي الوحده علاقتها الاجتماعيه تاثرت، بطلت تطلع لما يصير هيك هذا الوقت، فاهمين علي؟ او مثلا بطلت تداوم فتره الدوره من هذا الشيء، هاي برضو منعالجها برضو أدوية الاكتئاب. Attention Deficit Hyperactivity Disorder ها بصير كتير عند الأطفال، لو فرط النشاط قلة التركيز، هاي مشهورة جدا لو واحدة مثلا تعرف مثلا معلمة صف أول أو إمها أو هيك الصغار، المعلمات كتير وعيت لهذا المرض، إنه بكون الطفل ما بيركز معاها، مشلف مخه وظل يتحرك، بعرفش يقعد ظل يتحرك، يمشي يروح يجي، تمام؟ فا attention deficit hyperactivity disorder ممكن نعطيهم SSRI، نادر نعطيهم أدوية اكتئاب صراحة، يعني بصراحة يعني ليش تحفظ كل هاد؟ ماشي، أهم إشي ماشي depression anxiety obsessive compulsive. أوكي بوليميا، أوكي مع إنه بوليميا مش مثبت العلاج، depression anxiety obsessive compulsive وسواس قهري قلق اكتئاب، هاي أدوية الاكتئاب تعالج هذول الثلاث، رح أعطيكم نيمونيك تساعدكم بحفظها صراحة. أوكي برضو احكي لكم شغله، البوليميا هو مرض الشره العصبي، هذا يصير عند البنات، ماشي، مرض الشره العصبي. اوكي باختصار انه بتكون مثلا غالبا بنات صراحه انه عندها هوس بوزنها، فكيف بس هذا الهوس بخليها تصير عندها شره بالاكل، يعني فجاه تاكل الاخضر واليابس، ماشي، بعدين ايش تحاول تستفرغ الاكل، تحط ايدها بتمها او مثلا تاخذ دايوريتكس مدرات للبول حتى تقلل وزنها، فاهمين علي؟ فهيك بتعيش بهذا النمط دائما، انه بتاكل كثير بتخبص بعدين تندم ندم شديد وتحاول تقلل هذا بانها تحاول تعمل تصرفات تقلل وزنها، مثلا زي انها تستفرغ او مثلا تحط ايدها اصابعها بتمها لتستفرغ، تعمل انديوس للفوميتنج او مثلا تاخذ دايوريتكس مدرات للبول،
وهكذا. وصلت؟ اوكي ماشي. اوكي نبلش باول مجموعه للانتي ديبريسنت اسمها تراي سايكليك انتي ديبريسنت. حكيت لكم تراي سايكليك انتي ديبريسنت كيف تشتغل، بانها بتمنع الري ابتيك اوف نور ادرينالين سيروتونين، صح؟ اوكي تمام. هسه انا مذهبي بالفارما انه ما تحفظ صراحه، يعني مش منطق الواحد يحفظ اسم الدواء من A to Z والنهايه كله يفوت ببعضه. احفظ شيء يميز لك تمام، انه بالنهايه اسئله ام سي كيو ماشي، فانت اعرف كيف تدرس اعرف كيف تحفظ ماشي. هسه التراي سايكليك انتي ديبريسنت باختصار ماشي بينتهوا ماشي بواحد من هدول المقطعين غالبا، وفي استثناء رح نحكي عنه، يا اما بينتهي بتريبتالين يا اما ابرامين. فنقرا الادويه ايمي تريبتالين ديزي ابرامين برو تريبتالين نور تريبتالين، يا ابرامين يا تريبتالين. هاي ادويه الاكتئاب من تي سي اي تراي سايكليك انتي ديبريسنت، يا تريبتالين يا ابرامين، يا تريبتالين يا ابرامين ماشي. في استثناء، في عندي دواء اسمه دوكسيبين ماشي دوكسيبين، وفي عندي دواء، في عندي دوايان ماشي مش تي سي اي مش تراي سايكليك بس شبههم، المبروتيلين واموكسابين ماشي، مبروتيلين واموكسابين. فايش فكره تراي سايكليك انتي ديبريسنت؟ طبعا الاشكال هي مش حفظ. ايش فكره تراي سايكليك انتي ديبريسنت؟ تراي سايكليك انتي ديبريسنت حكينا الميكانيزم اوف اكشن تبعها، هي عباره عن ثلاث حلقات من اسمها تراي سايكليك ماشي، ثلاث حلقات تعمل انهيبيشن ري ابتيك اوف نور ادرينالين والسيروتونين، فبزيد التركيز النور ادرينالين والسيروتونين فبزيد الاكشن باختصار شديد. اوكي بالعاده المقطع اللي بينتهوا فيه ابرامين او تريبتالين، ابرامين او تريبتالين. اوكي هسه وفي استثناء حكينا الدوكسيبين. هسه في ادويه شبهها اسمها هيتيروسايكليك انتي ديبريسنت، يعني هي برضه سايكل بس مش تراي سايكل، ونفس الميكانيزم اوف اكشن نفس السايد افكت. احكي لكم شغله عن السايد افكت للتي سي اي مهمه جدا تكون في بالكم. التي سي اي مشكلتها انها مش سبيسيفيك، يعني مش بس بتعمل انهيبيشن للري ابتيك للنور ادرينالين والسيروتونين، بتعمل كمان انهيبيشن للهيستامين ريسبتر للكولينيرجيك او المسكرينيك ريسبتر. اوكي وهي مشكله، هذا بيعمل اعراض جانبيه كثيره ماشي. حلوه هاي كثير كيف طلعت معي. طيب اوكي فهل ادويه الهيتيروسايكليك انتي ديبريسنت شبه تراي سايكليك بس مش تلات سايكل بس نفس الاشي، بتعمل انهيبيشن ري ابتيك ولها انتي كولينرجيك اكتيفيتي ولها انتي هيستامين اكتيفيتي. هسا حكينا انه التي سي اي بايش بينتهوا؟ تريبتالين وابرامين صح؟ وفي عندي دواء هيك مشلف اسمه دوكسيبين. هسا الهيتيروسايكليك هدول الدوايين مبروتيلين واموكسابين. طلعوا على المبروتيلين ايش مكتوب؟ ليس انتي كولينرجيك بت انهانس سيجر. بتعرفوا احكي لكم كيف بيجيبوا الاسئله؟ طبعا باليو اس ام ال الامتحانات اللي هيك المحترمه قويه ماشي. ما بيجي لك مثلا one of the following is true about mabrotilin less anticholinergic but does not enhance seizure more anticholinergic but enhance seizure، هيك الاسئله بتيجي عندنا. طيب بشكل عام لا هو كيف مثلا بيجيبوا مثلا بخصوص المابروتيلين كيف بدي اختبرك فيه مثلا؟ مابروتيلين هو من الانتي ديبريسنت بجميع الاحوال، تراي سايكليك انتي ديبريسنت ادويه قديمه جدا ما حدا بيستخدمها، فاطمن ورح نحكي عن سايد افكت مرعبة، ما حدا يطلع يحكي لي مش حكيت لنا أدوية الاكتئاب آمنة، شو الآمن بالموضوع؟ لا التي سي اي ما حدا بيستخدمها تراي سايكليك ولا الماو انهبيتر، الاس اس ار اي اللي تستخدم بغض النظر. هسه كيف بيجي مثلا سؤال عن المبروتيلين مثلا؟ بحكي لك انه مثلا واحد عمره 70 سنة وعنده بناين بروستاتيك هايبر بليجيا اللي هي تضخم بالبروستات الحميد ماشي، شو الدواء اللي بتعطيه اياه من التراي سايكليك انتي ديبريسنت؟ او مين احسن دواء ممكن تعطيه اذا بتعطي تراي سايكليك ماشي؟ اكيد ما بعطي ولا واحد من هدول. ليش؟ لانه كل هدول لهم كثير انتي كولينرجيك افكت، بس المبروتيلين لس انتي كولينرجيك. طب شو دخل؟ اللي عنده بناين بروستات هايبر بليجيا اصلا عنده يورين ريتينشن، والانتي كولينرجيك تعمل يورين ريتينشن، فانا حيبطل المريض يصير عنده يورين يطلع يورين ابدا، ما حيطلع يورين اذا اعطيته انتي كولينرجيك وهو اصلا عنده بناين بروستات هايبر بليجيا. او بلاش حتى كبار السن بشكل عام مشهور جدا انه ما تعطي انتي كولينرجيك اي دواء له انتي كولينرجيك افكت. واي؟ لانه الانتي كولينرجيك افكت ممكن يدخله بكونفيوجن، يعني يصير هيك عنده توهان واحيانا بدخله بديليريوم انه يصير يهذي هذيان بسموها، يحكي اشياء غريبه ويعمل اشياء غريبه او يشوف اشياء غريبه. فالمبروتيلين وظيفته مهمه انه لس انتيكولينرجيك، عكس كل تراي سايكليك انتي ديبريسنت والهيتيروسايكليك انه الانتيكولينرجيك تبعها عالي. طب بس مشكلته ممكن يعمل انهانس للسيجر برضه، هي كيف ممكن اسال انا احكي لكم. يعني مثلا ون اوف ذا فولوينج ديز نوت يوزد ان بيشنت وذ برين تيومر، واحد عنده برين تيومر، البرين تيومر اصلا ممكن يعمل سيجر اللي هي او التشنجات او صرع، فمثلا بحذر من المبروتيلين لانه ممكن كمان يزيد لي الصرع اكثر واكثر، فلا بعطيه شيء ثاني. فهمتوا علي كيف بيجيبوا الاسئله؟ هيك اموكسابين ماشي، اموكسابين ليس كارديوفاسكولار افكت بت هاز دوبامين انتاجونست اكتيفيتي. طيب احكي لكم شغله،
مش موجوده. حفهمكم السايد افكت لاول مره بحياتكم، دائما السايد افكت مشهور انها حفظ وهيك، هاي المره انا حفهمكم السايد افكت ان شاء الله. تمام هسه طلعوا التي سي اي تراي سايكليك انتي ديبريسنت تعمل انهيبيشن للصوديوم شانلز موجوده بالهارت، فبتعمل خربطه بالاكشن بوتنشال، ماشي، بتعمل بلوكيد للصوديوم شانلز موجوده بالهارت، فممكن تعمل خربطه بالاكشن بوتنشال. فاهمين علي؟ طب ايش المشكله هون يا جماعه؟ يا جماعه يعني التي سي اي ممكن تفوتك باريثميا او كوندكشن ديفكت، فاهمين علي؟ فإلها تي سي اي كارديو فاسكولار توكسيسيتي. شو لحد الان احنا حكينا عن تي سي اي سايد افكت، حكينا انها انتي كولينرجيك سايد افكت ولا انتي هيستامين سايد افكت، راح نفصل فيهم لقدام. وإلها سي في اس توكسيسيتي لانها بتعمل بلوكيد للصوديوم شانلز، فممكن المريض يفوت باريثميا بسببها. فلو واحد عنده اريثميا من الاصل معطيه مكسبين، لا طبعا بدك تموته، ما عندك قلب انت، ماشي اوكي. فلا مكسبين ليس كارديو فاسكولار افكت، ما بروتيلين لسه انتي كولينرجيك. اوكي طيب احكي لكم شغله هيك حلوه. تعرف انه التوكسيسيتي للتراي سايكلينج انتي ديبريسنت نعالجها انه نعطي ان اي، يا ساتر، ان اي اتش سي او 3. واي؟ لانه احنا حكينا اصلا تراي سايكلينج انتي ديبريسنت بتعمل بلوكيد للصوديوم شانلز، فكيف ممكن احنا نعوض هذا الشيء؟ نعطيهم هذا المركب اللي فيه صوديوم، ليش؟ اللي هي ايونات الكربونات الصوديوميه، شو بسموها؟ تمام. ليش؟ لانه بصير تي سي اي ينافس الصوديوم على الريسبتور، فبنمنع بجوز انه يصير في بلوكيد للصوديوم شانلز. يعني اصلا شو اللي بخوفني لما يصير في تي سي اي توكسيسيتي؟ يعني واحد اخذ تي سي اي كثير حاول ينتحر، ممرض الاكتئاب حاول ينتحر، كيف بحاول ينتحر؟ يمسكوا ادويه الاكتئاب ببلعوها. تمام؟ اوكي كيف؟ ماشي، انه لما تاخذ ادويه اكتئاب هيك تي سي اي عالي بيعمل بلوكج للصدمه، لازم ممكن المريض يفوت باريثميا، فاحنا بخوفنا اريثميا، فبنعطي هذا المركب حتى نحاول نمنع الاريثميا. ماشي؟ انسوا خلص. اكس. ايه انا وين بفوت؟ فتحتوا اغاني. طيب. هيك هسا في كمان معلومه انه الاموكسابين ممكن يعمل دوبامين انتاغونست اكتيفيتي، احكي لكم شو مهمتها هاي. طيب احكي لكم شغله، في مرض اسمه سايكوسيس اللي هو اضطراب يكون في انفصال عن الواقع، بسموه انفصام، او احيانا بسموه ضلالات، بكون عندهم ضلالات وهلاوس. ماشي، هسا بمرضى الفصام ماشي بكون عندهم ضلالات، شوفوا اشياء مش موجوده وبسمعوا اصوات مش موجوده، ورح نحكي عنه في ليكتشر خاصه في هذا المرض وادويته. هسا هذا المرض بكون فيه العكس، بكون فيه الدوبامين اكتيفيتي هاي، فكيف ممكن نعالجه؟ نعطي دوبامين انتاغونست. ففائدة الأموكسابين إله دوبامين أنتاغونست، فممكن برضو يفيد مرضى اللي عندهم سايكوسيس، هيك بيحبوا يسألوا. بس حاول أنا هيك أقرب لكم الصورة، طبعا انسوا هذا، هاي الميكانيزم أوف أكشن. طبعا أنا لو بدي أشرح يعني بشرح بالتفصيل طبعا، زي أنا هسا بس بديكم تشوفوا الشرحي. أوكي، سايد إفكت أند توكسيك رياكشن أوف ترايسايكليك أند ديبريسنت. شوفوا أحكي لكم، الترايسايكليك أند ديبريسنت إز فيري توكسيك. الثيرابيتيك إندكس تبعها 3، إيش يعني الثيرابيتيك إندكس تبعها 3؟ يعني إذا أعطيت، إذا واحد أخذ الجرعة 3 مرات من الجرعة المطلوبة ممكن يفوت بأريثميا ويموت. فاهمين علي؟ الثيرابيتيك إندكس اللي هو بتساوي الإفكتيف دوز ل 50 على الليثل دوز 50، يعني إنه قديه الدوز اللي جاوبت عند نص الناس على قديه الدوز اللي موتت نص الناس. فهنا 3 بس المفروض تكون 100 للأدوية الطبيعية، فاهمين علي؟ اوكي نيجي على الاعراض الجانبيه. انتم مبدئيا لحالكم المفروض تحكوا لي انه مبدئيا اول شيء عندهم التي سي اي اعراض جانبيه انتي كولينرجيك او انتي مسكرينك. ممكن تعمل تاكي كارديا، لا تنسوا الباراسمباتيك سيستم، ماشي، بضبط الهارت ريت او بقلل الهارت ريت، بيعمل ديكريز بالهارت ريت. فلما يصير انهيبيشن انتي كولينرجيك ممكن المريض يفوت بتاكي كارديا، بلارينج اوف فيجن. ليش بلارينج اوف فيجن؟ لانه برضه الانتي كولينرجيك بتاثر على بيوبل سايز وبعض العضلات بالعين، بلارينج اوف فيجن، كونفيوجن. حكيت لكم المرضى الكبار ما اعطيهم انتي كولينرجيك انسى، رعب، خوف، كونستيبيشن. الباراسمباتيك سيستم بيعمل ستيميوليشن للجت، دراي ماوث، لا تنسوا الباراسمباتيك سيستم بيزيد السلايفا، فلما نعمل انهيبيشن بصير دراي ماوث، يورين ريتنشن. الباراسمباتيك سيستم بخليك تروح تتبول، فلما تعطي انتي كولينرجيك يورين ريتنشن بصير. اوكي برضه من الاشياء الكارديو فاسكولار انتم بتعرفوها اريثميا كوندكشن ديفكت، واي ان اي بلوكيد، هي مش مكتوب يعني بس معلومات عامة من عندي، أو بوسترال هايبوتنشن يعني لما يوقف بقل ضغطه، ماشي يعني برضه. ليش؟ لأنه ممكن ال يعني الهارت صار له ديبريست من الصوديوم شانلز بلوكيد. تمام، ممكن يصير عندهم سيديشن. سيديشن ليش؟ لأنه حكينا برضه إنه تي سي إي بتعمل انهيبيشن للكولينرجيك وإيش كمان هيستامين ريسبتر. بتعرفوا إنه بتذكر في سؤال وأنا بحل أسئلة امتحان
الستيب 1 كان في سؤال حكى معقد طويل. اخر شيء انه ايش وظيفه الهستامين بالبرين؟ هستامين ريسبتور. وظيفه الهستامين ريسبتور بالبرين احذر شو؟ اكتيفيشن، يعني تخليك مصحصح. يا رب زيد الهستامين ريسبتور والاكتيفيتي تبعتها. فاحنا لما نعمل بلوكيت بس بالتي سي اي، اوكي لما نعمل بلوكيت بالتي سي اي ماشي للهستامين ريسبتور، يصير مريض سيديشن، يعني هيك بصير هادي وساكن وممكن خمول او نعوس، سيديشن. اوكي عشان هيك الانتي هستامين، اي انتي هستامين بلوكيت فوتني بسيديشن. عشان هيك احكيكم يعني فقره، قلت ناجي فقره المعلومات العامه، يعني حتى اسالوا امهاتكم جد انه ادويه الحساسيه اللي هي انتي هستامين، ادويه الحساسيه وانتي هستامين ماشي، شو عرضها الجانبي المشهور؟ تحكي لك بنعس. حتى في بعض الامهات بعطوا انتي هستامين عشان ينموا اولادهم، والله جد بشوف هيك الاطفال. تمام، فهو هيك سيديشن كارديوفاسكولار انتي مسكرينك لحد الان. كيف والله تفهم السايد افكت. اوكي هاي صوره ماشي، طلع نمحي. اوكي باختصار انه هون بحكي لي الرابطه ما بين التركيز تبع تي سي اي بالبلاد ماشي والسايد افكت. يعني شوفوا زي ما انتم ملاحظين لما يكون تركيز التي سي اي ب 200 400 هذا هو الثيرابيوتيك اندكس، هون بيعالج التي سي اي، لازم يكون التركيز تبعه 200 ل 400. اذا عدى 400 بصير عندي كارديوفاسكولار توكسيسيتي وسي ان اس توكسيسيتي، اذا كان اقل من 200 بصير عندي الانتي كولينرجيك والاوثوستاتيك هايبوتنشن سايد افكت. تمام، وهي الصوره نفسها يعني ما فرقتش. تمام، هسا بدي اياكم تتذكروا، طلعوا نتذكر شغله، نتذكر شغله للابد، تذكروني فيها انه التي سي اي تراي سايكليك انتي ديبريسنت اللي ما حدا بيستخدمها ماشي، واللي تدرس هكذا ماشي، تراي سايكليك انتي ديبريسنت من كلمه سي تي سي اي، اتذكروا سي في اس وسي ان اس، CVS و CNS. طب اوكي CVS ايش في CVS سايد افكت؟ حكينا الريثميا واسترال هايبوتنشن كوندكشن ديفكت. طب CNS ممكن التي سي اي فوتني بسيجر وتوكسيك ديليريوم. سيجر ايش يعني؟ تشنجات، توكسيك ديليريوم هذيان، يعني بصير المرض يخبص. اوكي تمام، ممكن برضه التي سي اي تعملي ويت جين. ليش؟ ليش ممكن تعملي ويت جين؟ تمام، هذا شيء صراحه شائع بين كل ادويه الاكتئاب مش بس تي سي اي، يعني اس اس ار اي وما وانهبيتر كمان. ليه؟ ماشي ليش؟ لانه طلعوا انه احنا اذا لاحظنا احنا منعنا الري ابتيك اوف سيروتونين صح، فالسيروتونين بالسينابتيك كليفت شو صار زاد. السيروتونين برضه مشكلته في له ريسبترات ثانيه، الريسبتر اللي بيربط بال5 اتش تي 1 هذا اللي بحسسني المزاج، بس في ريسبترات ثانيه، فمثلا السيروتونين ممكن لما يزيد ويربط بريسبترات ثانيه بيزيد الشهيه. فاهمين علي؟ عشان هيك مشهور بان ادويه الاكتئاب انه يزيد وزنك او زهيدك تزيد. فاهمين علي؟ ليش مره ثانيه؟ انه السيروتونين اللي هو بحسس المزاج بيزيد الوزن. ملاحظين في علاقة بين المزاج والوزن؟ بحكون نصحين أكثر ساعة طبعا حكي فاضي، لا الـ BMI بنعكس سلبيا مع الـ Quality of Life. أوكي مش والله نصحين نهفات ومضحكين ومسلين، لا أنا حكي رائد. أوكي تمام، ممكن يعمل Sexual Disturbances برضو، هذا مشهور بين كل أدوية الاكتئاب. تعرفوا ليش برضو؟ لانه يا جماعه الخير برضه السيروتونين له ريسبتر ثاني بيربط فيه، يعني احنا حكينا مره ثانيه ال5 اتش تي 1 وله ريسبتر الاساسي اللي بيحسن المزاج، اللي بدي ازيد السيروتونين عشان يربط بهذا الريسبتر، بس في ريسبتر ثاني، في ريسبتر ثاني مثلا اللي هو السكشوال ديستربنس، الريسبتر اسمه 5 اتش تي 2. فلما يصير في اجونيزم السيروتونين لما يزيد ويربط ماشي بال5 اتش تي 2 ممكن مريض يصير عنده سكشوال ديستربنس، مشاكل جنسيه يعني، يعني مثلا شوفي اشياء مشاكل جنسيه، مثلا شهوه الجنسيه بتقل او الايجاكيوليشن بقل او الاريكشن الانتصاب بقل، القذف اللي هو الايجاكيوليشن، فكل هالاشياء ممكن تاثر ماشي بسبب هالادويه الاكتئاب. ليش مره ثانيه؟ لانه السيروتونين زاد والسيروتونين بيربط بريسبتر، هذا الريسبتر بيعمل لي ديسفانكشن، او مثلا بصير احيانا انفولنتري موفمنت تريمور مثلا ماشي، او مثلا لاكتيشن جاينيكوماستيا، مش فاهم ايش المريض بصير يرضع يعني، لا بس مش هيك احكي لك كيف. هاي حلوه، تعرفوا انه كل معلومه حلوه، الدوبامين ماشي بيعمل انهيبيشن للبرولاكتين، ما بعرف اذا بتعرفوا هاي المعلومه بس مهمه، سو امبورتنت ماشي، هذا بالبرين، بالبرين الدوبامين عامل انهيبيشن للبرولاكتين، البرولاكتين هو هرمون الحليب بسموه، هو اللي بزيد الثدي خلي الواحد وحده تطلع حليب. فبعض ادويه التي سي اي زي ما حكينا الاموكسابين له دوبامين انتاجونست اكتيفيتي، دوبامين انتاجونست اكتيفيتي اموكسابين. فانت لما تعمل انتاجونيزم للدوبامين
ماشي راح يصير راح يروح لانهبيشن ويزيد البرولاكتين ويفوت المريض بجاينيكوماستيا تثدي بسموها، اللي هي بتصير في المريض بزيد صدر الرجل حجم صدر الرجل، او نيوروليبتيك مالجنانت سندروم. هاي شيء نادر صراحه، يصير نادر جدا بالعاده، بصير نوع ادوي ثاني. بس باختصار نيوروليبتيك مالجنانت سندروم اللي هي انه بصير اللي هي سندروم خطيره جدا لايف ثريتنينج، بصير في اوتونوميك ديسفانكشن او ديسابيليتي، يعني اوتونوميك نيرف سيستم بخبص، فيفر، تاكي كارديا، وحتى المرضى احيانا بفوتوا بريجيديتي، يعني العضلات خلاص بتجمد، واموبيليتي، بزيد الكرياتينين كاينيز، بفوتوا بكدني انجري، مشاكل عويصه. مش مهم، نيوروليبتيك مالجنانت سندروم اسمها مالجنانت مرعبه. ماشي اوكي، مالجنانت سندروم، نيوروليبتيك مالجنانت، حكينا مره ثانيه نيوروليبتيك يكون في اوتونوميك ديسابيليتي، فيفر، تاكي كارديا، ومصر ريجيديتي. ماشي هسه نروح على الادويه الحلوه، انا بحب هالادويه، ليش بحب هالادويه؟ لانه انقذت حياه الكثير، وهاي جد جد سيف. ماشي اللي هي سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيترز، اوكي اللي هي بس بتعمل سيلكتيفلي ري انهبيتري ابتيك اوف سيروتونين، وهاي الادويه ما بتعمل بلوكيد للكولينرجيك، وما بتعمل بلوكيد للمسكرينك، وما بتعمل انهبيتري ابتيك اوف نور ادرينالين، هي سيلكتيف. شوفوا باختصار هاي الادويه نختصر السايد افكت تبعتها بشيء حلو. ماشي اس اس اس، مش اسمها اس اس ار اي، تذكروا اس اس اس. ليش اس اس اس؟ طلع اول اس ذكركم، ماشي انها بتعمل سيكشوال ديسفانكشن، ثاني اس انها بتعمل ستومك ابسيت، ثالث اس ماشي انها بتعمل سيروتونين سيندروم، متلازمه السيروتونين. ماشي اس 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 سيكشوال ديسفانكشن ستومك ابسيت سيروتونين سيندروم. مثلا سيكشوال ديسفانكشن نفس المشكله، انا حكيت لكم اي ادويه الاكتئاب كلها بزيد السيروتونين، والسيروتونين لما يزيد بربط بال 5HT2، هذا ممكن يعمل سيكشوال ديسفانكشن. او مثلا ستومك ابسيت، ستومك ابسيت يعني تذكروا كمان اقرب منها نوجيا، نوف فوميتنج، دياريا، واخر شيء السيروتونين سيندروم. سيروتونين سيندروم حنحكي عنها، بس برضه بيكون في زي نيوروليبتيك مالجنانت سيندروم شيء قريب، يعني بيكون في اوتونوميك ديسابيليتي ديسفانكشن، ونادر تصير جدا 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 جدا. تمام ماشي، هي اس اس ار اي امنه جدا. طب هسه كيفكم تتذكروا الوظيفه تبعتها او الاسماء الادويه؟ هيهم فلوكستين، فلوكسامين، باروكستين، ستالوبرام، سترالين. كيف اذكركم اياها؟ طيب ضبط لكم اياها بطريقه حلوه. افكتيف اس اس ار اي از افكتيف for sadness, panic, and compulsion. مش حكينا انه ادوية الاكتئاب تستخدم للبانيك، ماشي الهلع، نوبات الهلع، او للسادنس الاكتئاب، او الكومبلشن اللي هي ايش الوسواس القهري. فهذا النيمونيك حيذكركم بانه ايش الادوية اسمائها. اي افكتيف، من كلمة افكتيف اي، ماشي ترمز لي دواء اسمه ايسيتالوبرام. اف ترمز لي دوائين، فلوكستين وفلوكسامين. اس ترمز لي دواء اسمه سترالين. بي باروكستين. سي سيتالوبرام. مره ثانيه اي من كلمه افكتيف ايسيتالوبرام، اف فلوكستين فلوكسامين، اس سترالين، بي باروكستين، كومبلجن، سيتالوبرام. بس ماشي، اول دواء طلع اللي هو فلوكستين اسمه تجارب بروزاك، مشهور جدا. ماشي هسه مشكله هالدواء له كثير صراحه، يعني دراج انتر اكشن. ليش؟ انه بيعمل انهبيشن للبي 450، ماشي، وبيربط بالبلازما بروتين. مش كثير بيستخدموه، ولا بيستخدموه صراحه، بس يعني له كثير دراج انتر اكشن، فبدك تضلك تدير بالك. ماشي هسه نروح على الباروكسيتين. الباروكسيتين ما بحبه، ليش؟ بنعس وبزيد الوزن. طيب اكيد ما حدا بحب يزيد وزنه، خاصه البنات. ماشي لما تحكي له اصلا ايش بخوف الناس قوية الاكتئاب صراحه وكثير، وخاصه البنات، انه بحكي لا بزيد وزني. الباروكسيتين هو صراحه اكثر شيء بزيد الوزن. بس مثلا في دواء اسمه ايسيتالوبرام، حكينا عنه. ايسيتالوبرام ما بزيد الوزن. ايسيتالوبرام صراحه اكثر واحد بحبه. ليش؟ واكثر واحد بستخدمه، بس انا بحبه لانه شفت بالدراسات كثير بالسيستميك ريفيو انه امن وما بينعس وما بيعمل نوز فوميتنج كثير وما بزيد الوزن. احنا اصلا شو بخوفنا ادويه الاكتئاب الاس اس ار اي؟ امن هاي الادويه، بس بدناش نزيد وزننا مشان الله. فهمتوا علي؟ فايسيتالوبرام بزيد الوزن كثير. ماشي الباروكسيتين بيعمل انكريز ويت ومور سيديتنج. طب ليه في احيانا بيستخدموا باروكسيتين كثير كمان؟ ليش بحبه؟ لانه في ناس احسن تستخدموا باروكسيتين، يعني مثلا واحد بيعرف ينام، اعطيه باروكسيتين، لانه باروكسيتين بينعس سيديشن. فهمتوا علي؟ بيعمل سيديشن الباروكسيتين.
او مثلا واحد بضل متوتر 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 باركس يمكن يهديه لانه بيعمل سيديشن. بس اوكي ماشي. هسه نحكي عن الادويه الثالثه اسمها ماو انهبيتر. مين الادويه تستخدم بس الاس اس ار اي بس؟ هذول الاثنين تي سي اي وماو انهبيتر مونو امين اوكسيديز انهبيتر نادرين. تمام اوكي. هسه هسه الماو مونو امين اوكسيديز انهبيتر صراحه مش كثير يعني يستخدموا، بس ادويه فيري افكتيف بس اعراضها الجانبيه زفت. ماشي هسه ايش الفكره هنا بالماو اصلا؟ انه بصراحه نفس الاعراض الجانبيه، اعراض جانبيه قريبه ماشي من تي سي اي، ديزينس دراوزينس نعاس ويت جين ليش انها بتزيد الابيتايت، بوسترال هايبوتنشن برضه زي تي سي اي، سيكشوال ديستربنس زي تي سي اي والسي اس اس ار اي عادي. تمام بس الفكره هنا برضه شيء مميز انها بتعمل سي ان ستيميوليشن، يعني غالبا غالبا الماو انهبيترز بتخلي المريض اجيتيتد. مره ثانيه خلينا نذكر الماو انهبيتر شو بتعمل. المونو امين اوكسيديز هو انزيم موجود بالبري سينابتيك نيورون بيدمر الدوبامين والنور ادرينالين، فلما يعمل له انهبيشن حيزيد تركيز النور ادرينالين ماشي والدوبامين، وبالتالي حنحسن وظيفة الدماغ، حنحسن تركيز النيورو ترانسميتر هدول فحيتحسن المزاج. اوكي فلما يزيد تركيز النور ادرينالين والسيروتونين ونع الانزيم اللي بحطمهم ماشي ممكن يزيد صراحة النور ادرينالين كثير فيعمل سي استيميوليشن. لا تنسى النور ادرينالين بالغالب استيميوليشن استيميوليتر ماشي. في إلها كأنه ليمونك اسمه ها ها يا رب اتذكر له شو بس بالضبط. اول اتش ماشي انه المونو امين اوكسيديز انهبيتر ممكن تعملي بوسترال هايبو هايبوتنشن ماشي. ثاني اي ماشي انها والله نسيت، خلينا نشوف انا عندي مخزنها صوره. اوكي هيها هاي المونو امين اوكسيديز انهبيتر ها مضحك جدا صراحه. انها اول شيء هايبوتنشن تعمل اورثوستاتيك هايبوتنشن، الاي بتعمل انتي كولينرجيك سايد افكت ماشي نفس التي سي انتي كولينرجيك سايد افكت. يعني شو انتي كولينرجيك؟ يعني دراي ماوث وبلريك اوف فيجن ويورين ريتنشن وهالقصص. ممكن تعمل هايبرتنسيف كرايسيس. ليش مره بتعمل هايبوتنشن بوسترال هايبوتنشن ومره هايبرتنسيف كرايسيس؟ يس حوحين كلش. ممكن تعمل انكزايتي واجيتيشن وانوركسيا، ما هي ستيميوليتر مش تعمل سين استيميوليشن. سين استيميوليشن يعني انكزايتي agitation ماشي. اتذكروا الـ A anxiety agitation anorexia. اوكي ماشي. ليش ممكن تعمل لي الماو انهبيترز ليش الماو انهبيترز ممكن تعمل لي هايبرتنسيف كرايسيس؟ لانه هذا ايش اسمه فود دراج انتراكشن. هذا اكثر شيء، هذا هدف الوحيد من الماو انهبيتر بالامتحان جد، انه يجي يحكي لك انه انها فود انتراكشن. شو الفكره هون؟ في اكل في ماده اسمها تايرامين زي الجبنه مثلا، الجبنه فيها تايرامين. هاي التايرامين ماده بتزيد افراز النور ادرينالين من البري سينابتيك نيورون. ولا تنسوا انه الماو انهبيتر ماشي تمنع تكسير النور ادرينالين، فحيطلع اذا الواحد اكل جبنه ومع الماو انهبيتر حيطلع بسبب الجبنه نور ادرينالين كثير، والنور ادرينالين مش حيتحطم، وهذا بريفرالي على فكره مش بالبرين، فحيصير في نور ادرينالين كثير بريفرالي وهذا حيزيد لي بلد بريشر كثير، فحيفوت المريض بهايبرتنسيف كرايسيس ماشي. فشو السايد افكت؟ ها مضحك جدا صراحه مش عارف المضحك. اول اتش انه بصير عندي هايبوتنشن بوسترال، اي انتي كرونيرجيك اتش بعدين هايبرتنسيف كرايسيس، واخر اي انكزايتي انوركسيا اجيتيشن. اوكي هسه المون امين اوكسيز انهبيترز ماشي كيف نحفظ الاسوي تبعتهم باختصار ماشي؟ نحفظها بنيمونيك اسمه تيبس. تيبس نصائح. أول تي تراني سيبرومين، بعدين الآي آيزو كاربوكساميد، بعدين البي فينيلزين، بعدين إس سيلالجين. تيبس بس. شايفين الأمور بسيطة هيك الواحد بيحفظ صراحة فارما. أما أقول أحفظ اسم الدواء كامل ليش؟ بحفظ هيك نيمونيكس أول كم حرف منه خلاص بيذكرني بالباقي صراحة. ممكن ما يذكرنيش بالباقي بس كافي إنه حل السؤال. تمام هسا الفينالزين ممكن يعمل هيباتوتوكسيك، كيف اتذكرها؟ فينالزين بي اتش هون اتش هون اتش هيباتوتوكسيك. اوكي ماشي هسا بدنا نحكي عن مجموعه ادويه ثانيه صراحه. اوكي احنا حكينا عن ثلاث مجموعات صح؟ اللي حكينا اول شيء عن تراي سايكليك انتي ديبريسنت، حكينا الميكانيزم انها بتعمل الانهبيشن اوف ري ابتيك اوف نور ادرينالين وسيروتونين، بعدين حكينا الاس اس ار اي بتمنع ري ابتيك اوف بس سيروتونين، بعدين حكينا عن شو؟ حكينا بعدين عن الماو انهبيترز تمنع الديجراديشن للسيروتونين والدوبامين. هسه بنحكي عن ادويه ميكانيزماتها مختلفه. في دواء اسمه فينلافاكسين
ماشي، اسمه التجاري افكسر، مشهور جدا اسمه افكسر. هذا كيف بيشتغل؟ بيعمل انهيبيشن اوف بوث 5HT. 5HT شو هو؟ هيدروكسي تريبتامين، اللي هو نفس السيروتونين. 5HT هيدروكسي تريبتامين هو نفس السيروتونين، فبيعمل انهيبيشن ري ابتيك اوف سيروتونين اند نور ادرينالين. اها، طب ما هو التي سي اي بتعمل انهيبيشن اوف نور ادرينالين وسيروتونين، ليش ما حطينا عم التي سي اي؟ لانه شكله مش تي سي اي، ما فيش سايكل، ولا شكله هيتيرو سايكل، فيش سايكل اصلا بشكله. ومش بس هيك، اعراضه الجانبيه غير. هذا الدواء يستخدم جد، تي سي اي دمار، هذا الدواء يستخدم جد. هذا الدواء اعراضه الجانبيه بسيطه، ممكن يزيد لي البلد بريشر. 3% من الناس اللي على الافكسر صار عندهم هايبر تنشن او بزيد البريشر تبعهم. اوكي، فهو مش زي تي سي اي ولا زي اعراضه، بسيط جدا اعراضه فله. كثير ناس على ادويه الاكتئاب والله امورهم تمام يا اخي، ليش سمعت عاطله ادويه الاكتئاب؟ ما بعرف، سمعه عاطله، بس يا رب تنتهي السمعه. تمام، في دواء ثاني اسمه بوبروبيون، ماشي، هذا برضه بيعمل انهيبيشن اوف ذا ري ابتيك، بس ويك ري ابتيك انهيبيترز، ممكن يعمل سي ان ستيميليشن كونفولجن. ماشي، هاي مهمه صراحه انه بيعمل كونفولجن احيانا، او حتى احيانا سي ان ستيميليشن. تعرف شو مهمتها؟ اذا واحد عنده انكزايتي ما تعطي بوبروبيون، واحد اصلا انكزايتي تعطي سي ان ستيميليشن يصير يخاف اكثر. ماشي، بس الحلو فيه انه ما بيعمل امبوتنس، يعني ما بيقلل الشهوه الجنسيه. اغلب الادويه الاكتئاب بتقلل الشهوه الجنسيه، هذا بيقللش. هاي حلاوه البروبروبيون. زي ما انتم شايفين طلعوا انه الاعراض الجانبيه بتماثل كل واحد، يعني باختصار ايش بخليني انقي بين دواء ودواء؟ اعراضه الجانبيه. يعني مثلا واحد بيحكي لي انا مش عارف انام، ماشي، بعطيه باروكسيتين. واحد بيحكي لي انا نحيف كثير، نحفت من الاكتئاب، في ناس بينحفوا من الاكتئاب، بعطيه باروكسيتين بنصح. واحد بيحكي لك انا والله متزوج ما بدي يصير عندي سكشوال ديستيربنس، اعطيه بوبروبيون مثلا. فاهمين علي هيك؟ اوكي، في هذا الدواء اسمه مرتازابين. احنا كلنا هسه مجموعه اسمها ميسيلينس، ماشي، ادويه هيك مش تابعه لاي مجموعه. فينلا فاكسين، بوبروبيون، مرتازابين. هسه المرتازابين ما بيعمل اصلا انهيبيشن اوف ري ابتيك بالمره، ميكانيزم ثاني بديش احكي عنه لانه مش ذاكره الدكتور فانسوا. بس ايش اللي بيهمني بالمرتازابين؟ المرتازابين سترونج هيستامين انتاغونست. تذكروا انه الهيستامين ايش بيعمل؟ خليك تركز، اذا عملت بلوكيد للهيستامين والله المريض بيطفي. هذا المرتازابين بيطفي من الاخر، بيطفيك، بينعس كثير. وبرضه مش بس هيك، اذا عملت بلوكيد للهيستامين بصير عندك ويت جين. هذا بنصح الدواء كثير، يعني حتى انا قرات في اب تو ديت انه هذا الدواء ممكن ننصح، يعني شيء مرعب، مرعب، يوزن 10 20 كيلو. تمام، بس مش دائما، بالعاده مش هيك الزياده، ممكن 5 كيلو هيك. تخيلوا قد ايه ممكن يزيدك هذا المرتازابين. طب بتعرفوا ايش فايدته؟ فايدته بالكبار، الكبار بالغالب اللي عندهم دبريشن ما بيعرفوش يناموا وبضعفوا، فبنعطيه هذول مرتازابين. المرتازابين بزيد الوزن. اوكي 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 اوكي. هسا في كمان شغله، المرتازابين ما له دراج دراج انتراكشن. يعني هسا احكي لكم شغله، 70% من الناس اللي بياخذوا ادويه الاكتئاب بيستجيبوا، هسا في ناس 30 ما بيستجيبوا او 20 ما بيستجيبوا. شو بنعملهم؟ نعطيهم اوجمنتيشن، نعطيهم اكثر من دواء. يعني مثلا بلشنا بالايسيتالوبرام ما استجاب، بضيف له دواء. مين اضيف؟ المرتازابين خيار كويس. ليش؟ لانه ما في له دراج دراج انتراكشن كثير. تعالي انا بتذكر يعني كانوا يعملوها، يعطوا مرتازابين، اسمه التجاري روميرون. بس طيب شو نشوف؟ هاي الاعراض الجانبيه صراحه مش عارف انت شوف التفاصيل كثير، يعني بس مثلا طلعوا الاس اس ار اي اكثر شيء امن. والله حلو، حلاوه. سيديشن مش كثير، انتي كلونرجيك فيش، اورثوستيسيس ما في، ويت جين خفيف، سيكشوال ديسفانكشن هاي مشكله. بس اذا واحد مثلا عنده سيكشوال ديسفانكشن از كونسيرن ايش نعطيه؟ حكينا بوبروبيون. والمرتازابين ما بيعمل سيكشوال ديسفانكشن باي ذا واي، ما بيعمل سيكشوال، بس واحد متزوج ممكن اعطيه مرتازابين. فكل واحد بفصل على كيفه. مثلا خليني احكي لكم، مثلا طلع الماء انهبيترز بيعملوا كثير اورثوستاتيك هايبوتنشن. مثلا البوبروبيون ما بيعمل سيكشوال ديسفانكشن بس بيعمل اجيتيشن. فينلا فاكسين مثلا، فينلا فاكسين هو الافكسر اللي هو بيمنع الري ابتيك اوف نور ادرينالين وسيروتونين، كويس بس ممكن يعمل سكشوال ديسفانكشن شوي. ماشي، بس بطلنا ادويه، نحكي عن الكتروكونفولزيف ثيرابي. اوكي، الكتروكونفولزيف ثيرابي اللي هو انه تعطيه اللي شو بسموه بالعربي؟ صدمه كهربائيه. ماشي، الناس فكروها ان هيومن شيء بشيء، بس هو بسيطه جدا، ما اخذ سمعه هاي على الفاضي. ناس مرتعبة، والله بدنا نعطيه صعقات كهربائية، مجنون هذا. لا يا أخي يا أخي، ما بتوجعه، بخدروه تخدير كامل، بيعملوه جنرال أنستيزيا، وبسيطة، والله بسيطة، وكثير إفكتيف، كثير إفكتيف، وما في خوف منها، ما لها أعراض جانبية خطيرة، أبداً.
والله جد ما لها أعراض جانبية خطيرة يعني. أنا مش فاهم السمعة العاطلة من بتطلع. أنا تعبت ماشي. أوكي برضو إذا واحد مثلا ما استجاب مثلا ممكن نعمل ECT electroconvulsive therapy ديش خلصرها electroconvulsive therapy متى ممكن يعطوه إياها إذا ما استجاب لأدوية الاكتئاب وكان very 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 severe depression ودي ينتحر ممكن نعطيه وبتحسن وجد. كيف الميكانيزم مش معروف بس بيحكوا إنه ممكن تقلل بيتا ريسبتر فتقلل يعني الاكتيفيتي. آه مش معروف seems unhuman والله human عادي فيها شيء general anesthesia المريض ولا دقيقة بتوجع وبيطلع فيش في إشي وبيستجيب وعادي أموره طبيعية وحتى فيش أعراض جانبية خطيرة إلها. ممكن شوي تخلي عندك نسيان فترة بسيطة بس 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 ولا أي عرض جانبي. أوكي هسا إذا مريض ما استجاب على أدوية الاكتئاب ممكن يعطوه إشي اسمه كويتابين أنتي سايكوتيك. رح نحكي عنها بمحاضرة تانية. أنتي سايكوتيك اللي هي دوبامين أنتاغونست بعضهم بيستجيبوا. أو أنتي سايكوتيك تاني اسمه أولانزابين ماشي. فممكن إذا ما استجابوا ماشي على أدوية الاكتئاب ممكن نعطيهم أنتي سايكوتيك كويتابين أولانزابين. هذا بالواقع بيستخدموه كثير بالواقع كثير بيضيفوا أنتي سايكوتيك صراحة. أوكي أنتي سايكوتيك اللي هي أدوية ضد السايكوسيس. أدوية الطب النفسي كلها متداخلة. تمام هسا نحكي عن الليثيوم كربونات. الليثيوم كربونات بيعالج المانيا. حكينا المانيا اللي هو الإحساس بالعظم الهوس انفليتد سيلف ستيم بيبطل ينام وهيك. أوكي بنعالجهم مرض بدواء اسمه ليثيوم. هسا الصراحة الليثيوم دواء له كثير أعراض جانبية ماشي. وهو صراحة لساته دراج أوف شويس للأكيوت مانيا. إذا واحد فات بالأكيوت مانيا بدك تعطيه ليثيوم. اوكي تمام هسا احكي لكم مثلا بعض المشاكل للليثيوم. اول شيء الليثيوم ايش الميكانيزم اوف اكشن برضه مش معروف بس بيحكوا انه بيعمل انهيبيشن ماشي انهيبيشن اوف ريليس اوف نور ادرينالين وسيروتونين نور ادرينالين وبينكريز ابتيك اوف نور ادرينالين. يعني العكس ليش؟ لانه مريض المانيا بالغالب عنده اصلا اوفر اكتيفيتي اوف ذا نور ادرينالين. النور ادرينالين تبعه طاير عشان يكون مخليه ان جرانديوسيتي احساس بالعظمة وانفليت السلف استيم وجوه غريب. فاحنا بنعمل شيء عكس ال SSRI والترايسايكليك نزيد الأبتيك مش نعمل inhibition of reuptake. أوكي نزيد الأبتيك للنور أدرينالين ماشي. فحيصير أنا عندي لما يزيد الأبتيك في النور أدرينالين بقل النور أدرينالين بالسينابتيك لفت بتقل الأكتيفيتي. هسا طلعوا مشكلة الليثيوم صراحة إنه compete with sodium يعني high sodium بقلل الليثيوم. ليش؟ لأنه بالجات الترانسبورتر اللي بيمتص المعادن بالغالب هو ما بيميز المعدن بيميز انه شحنته. يعني مثلا الليثيوم والصوديوم نفس الشحنه في ترانسبورتر اسمه مونو فيلنت ترانسبورتر بنقول الصوديوم والليثيوم. فاذا في صوديوم كثير مش حنمتص الليثيوم كثير واذا في صوديوم قليل حنمتص الليثيوم كثير من الدواء. فمثلا اذا الواحد مثلا بيحكوا له مثلا لما تاخذ ليثيوم ما تاخذ صوديوم كثير لانه ممكن ايش بطل الدواء اللي مفعوله ولا تقلل ملح كثير لانه ممكن يصير في توكسيسيتي. ممكن كمان يعمل دايوريتكس بزيد ادرار البول الليثيوم واي لانه الليثيوم بصير له تراكمات بالديستال كولكتنج تيبيول اللي هي بتعمل كوندنسيشن لليورين ماشي او كونسنتريشن لليورين. فلما يصير في ليثيوم هناك بتجمع وبيدمرها فبطل المريض بيقدر يعمل كونسنتريشن لليورين فبصير عنده دايوريتكس بيروح الحمام كثير ماشي. برضو altered neural function بيأثر الليثيوم على الصوديوم برضو بيأثر على الجيبروتين. الجيبروتين بده مغنيسيوم ماشي. أحيانا كتير الجيبروتين بده مغنيسيوم فالليثيوم بينافس المغنيسيوم على الجيبروتين. فاهمين علي؟ فإنه صراحة شيء مخيف هالدواء مش سهل. بتذكر مرة قرأت اكتئاب لا إله إلا الله مرة قرأت كتاب جبته كنت متحمس معاناة واحدة طبيبة نفسية كان معها ثنائي قطب كانت تحكي معاناتها مع الليثيوم. فأنا قرأت أول 10 صفحات بعدين أمي شافت الكتاب حكت لي بعدين معك يا معاذ شو هالجو تبعك حكت لي مش تقرأ هالأشياء هاد زمان الحكي بالسنة أولى أو ثانية. تمام ليثيوم كربونات. أوكي ليثيوم كربونات برضو ثيرابيتك إنس تبعه قليل من 2 لـ 3 زي الترايسايكليك أنتي ديبريسنت وهاي هاز ديليد أونست أوف أكشن زي أدوية الاكتئاب. تمام هسا نحكي عن الأعراض الجانبية. المهم أنا ليش ذكرت قصة الكتاب عشان بتذكر كانت ضلت تحكي معاناتها من رعشة الإيد والاستفراغ. كل ما تاخذ الليثيوم تروح تستفرغ. بتذكركم إنه الليثيوم بيعمل تريمور ونوزيو فوميتينج كثير بيعمل نوزيو فوميتينج. على سيرة النوزيو والفوميتينج مرة في دكتور بيحكي اسمه دكتور إد بتابعه بيحكي إنه أنا سألت المقيم تبعي شو الأعراض الجانبية للأوندانستيرون دواء فهو ما عرفش بعدين حكى نوجي أند فوميتينج ماشي إنه أي واحد دائما لما ينعجق
بحكي لسد فكرة دواء نوزيا اند فوميتينج. هو مقيم باطني، هذا الجواب، مقيم باطني بأمريكا، تمام. فالمشكلة الأندانستيرون هو أنتي إيميتك، تخيل أنت قد ما مضحك الوضع، فضيحة. تحكي لواحد شو الأعراض الجميلة الأندانستيرون هو أنتي إيميتك، يقول لك نوزيا فوميتينج. ف دكتور إد نزلها، فكر حاله نافع دكتور إد. أوكي ماشي، بحكي لكم مثلا اعراض جانبيه مثلا للليثيوم. رح اعطيكم نيمونكس كمان اسهل لكم، بس خلينا نقراهم. مثلا نوزيا فوميتنج ذكرتكم فيها، ابدومينال بين، دياريا، بوليوريا. ليش بوليوريا؟ لانه دايوريتك. طلعوا الليثيوم بيعمل شيء اسمه دايابيتس انسيبيدس، سمعتوا بالسكر الكاد ان الواحد ضل يروح على الحمام لانه الاي دي اتش مش تمام شغال. الليثيوم بيعمل شيء شبهه بسموه نيفروجينيك دايابيتس انسيبيدس. اوكي، الواحد لما يروح على الحمام كثير حس عنده ثيرست، اوكي، ممكن اديما، ماشي. وبيعمل سي ان اس dysfunction. ليش؟ لأنه حكينا بينافس الصوديوم، فحصير في slurred speech، ataxia، توازنه بصير مش تمام، slurred speech، بتلعثم، sedation، tremor، أوكي؟ يعني بصير عنده خمول، tremor، رعشة بإيديه. رح نعطي نيمونكس نختصرها أحسننا. وممكن كمان يصير عندهم هاي الأشياء، hypothyroidism، diabetes insipidus، حكيت لكم diabetes insipidus، سكر كاذب، leukocytosis، renal toxicity. ماشي، ليش ممكن يعمل هايبوثيرويديزم؟ مره ثانيه تذكروا انه الثيرويد جلاند حتى تشتغل بدها تاخذ ايودين، صح؟ الايودين برضه شحنته سالب واحد، فحينافس الليثيوم الايودين بالثيرويد جلاند، فبالتالي ما حيصير في امتصاص للايودين او للايودايد، فممكن المريض يفوت بهايبوثيرويديزم. فهمتوا علي؟ وممكن كمان يصير عنده امبيرد كونشسنس بالسيفير كيسز، كوما، ديث، تريمور، سيجر. بعطيكم هيك نيمونكس، خلينا نرتاح ونريح بعضنا صراحه، انا ما بحبش هالاشياء. اوكي هي ماشي، سايد افكتس اوف ليثيوم. من اسمه ليثيوم، طلعوا حرف ال بالمزلة ليكوسايتوسيس، اي انسيبيدس دايابيتس انسيبيدس، تي تريمور تيراتوجينيسيتي، اتش هايبوثايرويدزم، اي انكريزد ويت، يو سبستيتيوت يعني انسوليو خلوها في، ف يو خليها في بصير فوميتينج، نوجو جي اي ديستربنسز، وممكن يعمل اي سي جي تشينجز. هاي احسن صراحه، يعني بدنا احفظ كل هذا. يعني مثلا ليثيوم، مره تانية احطها ليثيوم، نذكرهم مع بعض، ال ليكوسايتوس، اي ديبيتس انسيبيدس، تي اتش هايبوثيرويديزم، حكينا شو تي اللي هي ثيرست، اوكي تي تريمور، سوري تي تريمور، اوكي برضه بضبط ثيرست، تمام. بعدين اليو نستبدلها، ماشي، بي في بعمل فوميتينج، ماشي. وعندي اي وام، الام مسترنس، واي اللي هي انكريزد ويت جين، انكريزد ويت جين، تمام. ممكن كمان يفوت المرض بسيجر، كوما، قصص. يعني بدي نتذكر مع بعض شو مثلا اشي مهم ممكن يعمل دايبيتس انسيبيدس وهايبوثيرويديزم. كثير كثير سبب مهم للهايبوثيرويديزم صراحه، كثير الليثيوم كثير بركزوا فيه الامتحانات. هسه هذا اخر سلايد صراحه، انه برضو ايش في اشياء ممكن اعالج فيها البايبولر، ماشي. ممكن كمان نعطي للبايبولر اللي هي ادويه اسمها انتي كونفلزنت، مضادات تشنجات، لاموتريجين، كاربامازيبين، فالبروبيك اسيد، هاي كلها انتي كونفلزنت، لاموتريجين، كاربامازيبين، فالبروبيك اسيد، كلها مثبطات مزاج بسموها. يعني هي شوفوا مرضى تشنجات او الصرع بكون عندهم الشحنات عاليه، وبرضه مرضى البايبولر شحناتهم عاليه، فممكن برضه نستخدم ادويه التشنجات لمرضى البايبولر. باختصار هاي الفكره، لاموتريجين، كاربامازيبين، فالبروبيك اسيد. اوكي، برضه ممكن نستخدمهم ادويه مهدئات سموها انكزايوليتك، كلونازيبام، لورازيبام، ماشي، كلونازيبام، لورازيبام، هاي ادويه اسمها بنزودايازيبين مهدئه، مشهوره جدا هاي الادويه، تستخدم للقلق. فهذول المرضى برضه بيكون عندهم مثلا كثير اجيتيتد وبيتحركوا. بتذكر في مريضه كان معها مانيا، فجاه مسكت مش عارف اكل وزتته على عمها، حمست، طاوشت معه، يعني فيش عندهم، ماشي، بصير عندهم شيء اسمه ديس انهبيشن، يعني ما بفكر كثير قبل ما يعمل تصرف، اي شيء بخطر بباله بيعمله. اوكي، فمهدئات تفيدهم، كلونازيبام، لورازيبام، المهدئات تنتهي عاده بمقطع الزيبام. ممكن احيانا استخدمهم انتي سايكوتيك، انتي سايكوتيك اللي هي مضادات الذهان، بتعمل بلوكيد للدوبامين. الدوبامين برضه لما يزيد، اوكي، بيعمل لي ذهان، ماشي. فيعني برضه هاي الادويه انتي سايكوتيك بتعمل بتقلل الدوبامين، الدوبامين ممكن يكون عالي بمرضى المانيا، ماشي. بس خلاص خلينا نركز على اللي قبل بس. يعطيكم العافية.